جزاكم الله خير يا شيخ. هذا السائل يقول لفضيلة الشيخ: ما هي كمية الدم التي تبطل الوضوء إذا خرج من جسم الإنسان؟ ذكر العلماء أن الضابط في ذلك هو الدم الفاحش يعني الكثير، ويرجع فيه إلى العرف، إلى عرف المتوسطين، لا المتشددين ولا المتساهلين، وإنما عرف المتوسطين، فما عدوه كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وما عدوه قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، وذلك مثل النقطة والنقطتين، هذا لا ينقض الوضوء. أما ما كان كثيرا ويسيل فإنه ينقض الوضوء.